يقول صلى الله عليه وسلم لما قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال إنها كنز من كنوز الجنة، فدل على عظم هذه الكلمة. ولذلك ورد عن إبراهيم عليه السلام في بعض الروايات، بعض الثلاثة بأربع وبعض خمس، أنه قال لرسولنا صلى الله عليه وسلم لما لقيه في السماء السابعة: أقرئ أمتك مني السلام. إبراهيم الخليل عليه السلام يبلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم، يبلغنا السلام عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى رسولنا وعلى الأنبياء الصلاة والسلام. قال: واخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فزاد في هذه الرواية: لا حول ولا قوة إلا بالله. خمس هي من مفاتيح الحياة السعيدة يا إخوة، خمس كلمات أدرها على لسانك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلها في اليوم ولو مرة. تدري أن كثير من البشر لا يقولها، فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهي أكمل وأتم.